نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية طب أسنان قصر العيني قافلة طبية في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة. قدمت القافلة الطبية خدمات الكشف عن أمراض الأسنان والفم مجانا لسكان المنطقة إلى جانب تقديم العلاج الضروري. قافلة أسنان بمنطقة الوراق، والقافلة بتقوم بتغطية حاجات كتير في علاج الأسنان، سواء من كشف أو خلع أو حتى حشو بيتم للحالات المترددة على القافلة هنا. مؤسسة حياة كريمة بتخدم كافة كبيرة جدا من العيانين في أنحاء مصر، وبيتم نقل العيانين عن طريق العيادات المتنقلة بتزور جميع أنحاء مصر. النهارده احنا موجودين من الساعه 9 الصبح، ومش هنمشي ان شاء الله الا بعد ما يتم الكشف على اخر حاله. بقى لنا 3 سنين موجودين في الوراق. الاهداف التنمويه لحياه كريمه انشطه خيريه كتيره، حريصين على الوقوف مع اهالينا. احنا طبعا بنتابع الحالات اللي هي موجوده هنا بعد ما بتمشي، ولو في حالات محتاجه مثلا دوايه شهريه او كده بنوفرها ليها ان شاء الله عن طريق المؤسسه. سمعت انا قبل كده عن حياه كريمه ان هي بتقدم خدمات كتير لاهالي الوراق، وانا من ابن الحظ ان انا اكون فيها النهارده. خدمه ممتازه، انا كشفت علشان عندي ناب عايز للحشو، فهم تفضلوا حولوني الى مستشفى القصر العيني طب الاسنان علشان خاطر ادوا بالكارت، قالوا ان انا مجرد ما هروح هاخد الخدمه بدون تذاكر بدون اي حاجه، وفي عندي مشاكل تانية في الاسنان فقالوا لي انا هعمل بس الحشو الاول وبعدين هيبتدوا يشوفوني الدكاتره بيحولوني على المراحل الثانيه. جيت النهارده في العياده المتنقله للاسنان وكشفت على اسناني وادوني العلاج بالمجانا وكل حاجه بالمجانا. انا اول ما دخلت عملوا لي حشو مؤقت وحولوني لقصر العيني عشان اكمل العلاج. كشفوا عليا بالمجانا وكشف على مستوى عالي وتعقيم الات نظيفه والدكاتره على مستوى عالي، فحولوني على القصر العيني ان انا اعمل التركيب ده مجانا، مع اني بره غالي جدا، لكن هم حولوني ان انا اركب مجانا. لقينا في حياه كريمه بيكشفوا عربيه وبيدوا علاج حلو، امر ربنا يعني ان شاء الله يبقى كويسه وجلسه.